السلام عليكم يا خوتي، عندي واحد الكلمة لازم نهضرها، والله ما تقعد في قلبي باش الناس يعرفوا. وقوة الأمن هادو ما اللي راهم يخدموا ويرفدوا في العصي ويضربوا في الناس، يضربوا في الشعب، يضربوا في ولاد الشهداء اللي حرروا البلاد. كم تسمعوا خوتي، أنا نهضر غير البومبات، ونخاف حتى واحد، أنا نخاف ربي سبحانه. بكري كنت نخاف منكم، كنت جبان، كنت طاغوت، كنت نخدم مع جند الطاغوت. انا كنت ننشر الدستور، ما كنتش نعرف، كنت 20 سنة في عمري دراري. وبنتي هذيك هي طالب بالرزق ومنا، والفتاوي تاع حامير العلم ديالكم اللي استحلونا باش ننضموا لجنود الطاغوت باش نحاربوا ربي، باش نديروا الدستور فوق القرآن. وانا ما كنت صغير، ما نعرفش. هذا نداء للناس اللي تحب تدخل لابوليس والجيش في الجزائر. في الجزائر نحكي على بلادي انا يا خاوتي، صدقوني بالله. انا لا، علاش حبسوني من لابوليس؟ علاش درنا دي ديباسمو، ضربنا شاب، حقرنا، تيرينا، كنا نسكرو في حالة ادمان، كنا حيوانات عندنا السلاح، كنا حيوانات. سيدي زانيمو في التسعينات كنا، سيدي زانيمو عطاونا السلاح، قالوا لنا اضربوا من طرف شعبي، ما ترحموش شعبي، كاع ارهاب، والحكومة هي البريئة وزعما تحافظ على الامن والامان، وهي عملاء تاع فرنسا. لي زومبي، ش لي زومبي؟ الحكومة تاعنا لي زومبي، شرابين الدم، تمام، لا مافيا ويباصيو زواولا. انا علاش حبست من لابوليس؟ انا ياسين علاش حبست من لابوليس؟ اجون دو ريشيرش، محقق رئيسي في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، مع القضائية ذاك القضاء، لابوبال اسم القضاء، ما عليناش، هم يعرفوني كاع، كانوا يرقدوا معايا على الكارطون، ولاو سياد دوكا، كيفاوي وجماعته، بزاف بزاف، كمال بن عميروش، نعرفهم كاع. أنا دخلت في وقت طلبة، دخلت في وقت بوليس، أنا كان حاكمنا بوليس، أوبي وطلع، محمد طلبة ربي يحفظه، إنسان طيب ما شاء الله، ما ينيرش الحكومة بزاف، كان يعيط لنا ولادي، ويقول لنا ما تحقروش الناس، ما تحقروش، عطوا لهم حقهم. وليت فاميلي هذاك محمد طلبة، وحبوا يضربوا زوج خطرات، داروا له لاطونطا في حيدرة وسلك، ضربوا له لي غارد كور تاعو، لا مافيا تاع الحكومة هي اللي حبت تقتلو باسكو كان ظلاب، تمام، كاين رجال بزاف. والضربة تاع الواد تاع حيدرة، قتلو بوليس لتمالا جا المدامة مصطفى بوراس، فلاكولون صرات فلاكولون هادية، هادي فيها مصطفى بوراس، وفيها يا ربي تاني شكون. ملي كان شاف سيرتي الدار هذاك الوقت تاع لا كولون تاع بيرلاند رايس، كان فيها مصطفى، كان يا انا نسيتهم شويه. المهم كان بوراس فيها، هذي كان في لا كولون، وكان هذاك اللي طلع شاف سيرتي الولايه، ومن بعد بعثوه للمديه. يا ربي شكون وكان تما، نسيتو انسان يا ربي في الطواغيت، الحمد لله. دوك نتفكروا شكون اللي كان شاف سيرتي دايرة هذاك الوقت. المهم ما يهمنيش، كانوا ما كيحوسوا في ليزارشيف يعرفوها، نسيتهم انا كلاب، علاش نفكرهم؟ على بالي اسمو راه تحت لساني. قتلوه بوليس في الواد تاع حيدر، على جا المدامة قتلوه بالتيكو، كانت عندهم تيكو صغيرة، ولو بوليس كان تيركيلاو هزدمو عليه، هما قاصدينو كانوا يترصدولو يا مات هما يتبعو فيه، على جا المدامة كانت مع بوراس، مع مصطفى بوراس اللي كان في لاكولون، تبعوه بالتيكو. الولد كي كان مع الطفلات لارقى معاها، مع باش هي راحت في جهة، هو هابط على الواد انتربيلاوه، جبد الكارطة، قالهم يا ودي كولا كولا، ودي قينا معاهم، جبد الكابوس، هما يضربوا بلي كلاش، هو تيرا ما على بالي شحال حبه، ما خلاوهش يدي تيري كاع، الله اعلم ما تيرا حبه وغيل، وقتلوه الكارطه تاعو خباوها، قتلوه على جا المدامه، وكراسوه بلي تيروريست اكسيدون طرافاي، غلطوا فيه زعما زميل، وغلطوا فيه. راك معايا اخو؟ كاين بزاف اللي ضربوهم، كاين كمال فوندام تاني تاع شامونف، قتلوه تاني مسكين، علاش حاكم عليهم كاش قاتو. المهم انا نعرف، انا ما حبيتش ندير روفيجي بوليتيك، ما نسحقهاش انايا، ندير روفيجي اسلاميست، انا مع ربي، نستسلم من ربي سبحانه، انا نتكلم الحق، راني خايف من ربي غدوه على الشيء اللي شفته وما هدرتوش. انا الحمد لله خدمتو معايا في الجزائر يا الحكومه، عمري ما قتلت بنادم، ما عندي حتى دوسي معكم باللي قتلت بنادم،
ان انتم قتلتوا لي خويا في بن جراح، قتلتوا لي خويا بلي قروند لوانار بيجوا ضربوه هاك معايا. شوف ونو حسبون الله ونعم الوكيل، قتلتوه خويا العزيز، كان بوليس خدم معكم شهر ما كلاش لابيل، بصح معليش قتلتوه، بصح نوكل عليكم ربي. وانا علاش حبسوني من لابوليس؟ كي كرهوا مني في الجزائر، كرهوا مني في سلسلة الولاية تاع الجزائر، بعتوني لمدية باش نموت، ودية مدية طحطوح واد الحرش كذا الحمدانية، بعتوني لتما باش نموت. ومن بعد ولاو يبروغراميو علينا لي زومبيسكاد في واد الحرش، يهبطونا نعسو، قال لكم يجوزوا الإرهاب منا. وعلاش كانوا يهبطونا لواد الحرش؟ كاين واحد قطارات، كاين تاع السفرجل وكاين تاع العنب، يروح لفرنسا، يروح لوروب باش يخدموا به الشراب. حطينا نعسو عليه حنا. كاين جروب تاع بوليسية، وكاين جروب تاع عسكر، بعاد علينا. العسكر يخلص عليهم كوموندون سيكتور، حطيناهم يعسو على السفرجل. وحنايا حطينا نعسو على العنب لتما. ونقول لكم بيسكاد تعسوا لو يجوز الارهاب منهم، يعسوا على العنب باش ما يجيش الارهاب يفسدوا له يحرق لهم الاخر، فهمت؟ ويخرسوا على البوليس 5 ملايين للراس هذاك الوقت من عند صحاب البحاير. نهار اللي فقت لهم ابوندونيت لون بيسكاد، انا رفت كروستي هبط للدار، لقيتها مبيوعه على البلاد. اجون دروش شابت نعس على العنب انا يا خوتي، يقول لكم يجوزوا منها. اقسم بالله راني نتكلم في الصح، وقلتها لهم هذه في لاكوميسيون ناسيونال في حيدره، قالوا لي انت ما تصلحش حوزوني. وكي حوزوني انا مع الاول غضبت، بصح عرفت باللي كرم من عند الله عز وجل، وربي داعي لي انا، والدي داعيا بالخير، انا قلبي فيه الخير الحمد لله، لا نزكي على الله احد، ربي جبدني من جند الطاغوت باش نعيش كيما الناس، ننضم للمجتمع باش يحشرني ربي ان شاء الله مع الفرقه المؤمنه، ما يحشرنيش مع جند الطاغوت. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذا واش نقول لكم خاوتي، والبوليسيه اللي راكم تضربوا في الشعب راهي مخدوعه على البلاد، ويجي نهار ويدوروا عليكم، وربي والله ما عندكم حجه، والله ما تسلكوا على خاوتكم المسلمين، يكون ترفدين لهم العصي وتضربوا فيهم. خافوا حشمو، خافوا ربي اللي راكم تحكروا في الشعب، الشعب هذاك هو اللي رفد البلاد، هو اللي خرج فرنسا، حسبنا الله ونعم الوكيل. بصح يعاود ربي يالف بين قلوبهم، فهمت؟ ويفتح عليهم ويدوروا عليكم، يوقفوا لكم وقفه راجل واحد، اقسموا بالله غير اللي كليتوها بالحبه غير تخروها بالعنقود يا ولاد الحرام يا ولاد فرنسا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.